السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رؤية. اليوم يمكن عندنا ملف من أهم الملفات اللي بتهم كل واحد داخل الدولة المصرية، ويمكن يمكن هناخد فيه أكتر من حلقة إن شاء الله، وهتكون البداية النهاردة بإذن الله. الكثير طبعا خارج مصر بيعرف طبعا جمهورية مصر العربية، ويمكن بيعرف مصر عن طريق الأهرامات، عن طريق التاريخ، عن طريق الثقافة، حاجات كثيرة جدا جدا جدا. لكن طبعا في جزء مهم جدا، وان مصر في ناحيه الشرق الاوسط وناحيه افريقيا لها نفس القدره ونفس الشهره، لان مصر طبعا تحولت منذ عهد قديم طبعا لقبله الاستثمار المباشر. ويمكن الرئيس محمد انور السادات عليه رحمه الله كان من اول الناس اللي بدا في مرحله التوجه في ناحيه الاستثمار عندما قام بانشاء هيئه الاستثمار عام 1970، وتقريبا كانت بدايتها في الوقت ده، لان كان في الفكره في التحول من الاشتراكيه في الخمسينات والستينات الى التوجه للسوق الاقتصادي الحر. يمكن الدوله المصريه بدات من 2016 تضع قدمها بشكل مباشر وقوي في خريطه الاستثمار نتيجه للاصلاحات الكبيره اللي تمت، سواء هذه الاصلاحات اصلاحات اقتصاديه، هذه الاصلاحات اصلاحات ماليه، تحملت الدوله جزء كبير جدا جدا في هذا الملف. والنهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا جدا في هذا الموضوع، وهنبدا ان شاء الله دلوقتي وناخد معانا اول تقرير ونرجع للساده الضيوف معانا النهارده خبراء الاقتصاديين. وعدنا لحضراتكم مره ثانيه، وبنرحب حاليا دلوقتي بضيوفنا منورينا في الاستوديو معانا، الاستاذ هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي ورئيس القطاع المؤسسي في ميداف للاستثمارات القابضه. شرفنا هاني بيه. الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي ورياده الاعمال بجامعه القاهره. ربنا يخليك. نبدأ بالاستثمار. عايزين بقى فكرة دلوقتي تعريف عن الاستثمار ببساطة للمشاهد. تمام. ونبدأ بقى في تطور تاريخ الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية. وعامة الاستثمار ده مفهوم عام للناس كلها تفهم، ان انا ازاي اطور من نفسي وازاي انمي من نفسي، ازاي ان انا يكون عندي مال مدخر استثمره فيزيد، ان المال ده يربو. وطبعا الاستثمار ده لما بيربو ليا انا بنفع كل اللي حواليا، فالانسان في مجتمع بينفع كل اللي حواليه. بدايه المشروعات لما دكتور يوسف ممكن ناخد الفرق دلوقتي ما بين الادخار والاستثمار بالمناسبه. تمام. هو انت الادخار ده انت بتحوش مالك زي في البنك او في البوسطه او انت تدخر. تمام. ده بيكون ليه عائد والعائد بسيط. لكن كل بقى لما تخش فيها في المخاطره والتصنيع والتجاره فيها مخاطره. تمام. فده يعتبر استثمار، في استثمار مباشر وغير مباشر. مباشر انك بتعمل مشروع، تعمل مصنع. غير مباشر تعمل في الاسهم، يعني تخش بقى في انشطه ثانيه مختلفه بتحقق عائد. وكل ما يكون في مخاطره اعلى كل ما يكون العائد المفروض بيكون اعلى. طبعا تختلف من انسان لاخر، في ناس ما تحبش المخاطره، هو عايز يعمل يدخر سواء في بنك او ذهب او اسهم، هو ده اقصى طموحاته. لكن في ناس تقول لا، انا عايز ال1000 دول يبقى 100، فانا مش هينفع اعمل كده، انا لازم مثلا اصنع اشوف ايه اللي مطلوب في السوق، ايه الجديد واعمله. ممكن يخسر فلوسه. صحيح. ممكن يخسر، ومش اي واحد بينجح في مشروع بينجح من اول مره، يعني عشان واحد يعمل مشروع ينجح فيه هتلاقيه وقع مره واثنين وثلاثه وعشرة. فمش اي حد يقبل ان هو يقع كده، فبتكون الناس ليها مواصفات خاصه. المستثمرين دول لهم ناس يعني ليهم مواصفات خاصه، ان هو عنده روح المغامره وروح الاقبال على الاستثمار، بالاضافه طبعا للبيئه اللي بتاهلها الدوله طبعا للمستثمر. ده دور الدوله ده اساسي، وما شاء الله احنا في مصر هنا يعني توجه كويس جدا، بقى لنا كام سنه كده ماشيين في توجه تشجيع الاستثمار والاقتصاد. ولو شفنا بقى الطرق اللي بتتمهد والقروض اللي الدوله بتمنحها بفوائد بسيطه وعلى مدى طويله، يعني في تنميه جامده، وفي اللي هو الانفتاح على العالم، يعني مصر بتنفتح على العالم كله، في علاقات دوليه بين مصر وكل الدول عشان المستثمرين يجوا لنا واحنا نروح لهم. لان انا واحد مستثمر اجنبي عايز مكان اامن فيه على فلوسي وعلى اولادي، لو جيت مصر هنا صحيح. اعيش في جو امان متوفر لي كل السبل الراحه والتعليم كويس والصحه كويسه، وده اللي احنا ماشيين فيه في مصر في جميع الخطوط، ان في تطوير جامد في مصر على كل المستويات، ان احنا نكون دوله رائده. لذلك احنا خدنا في التصنيف الجديد واللي الدكتور بيقول لنا السنه دي ان مصر يعني خدت صح النهارده دكتور جدا صح؟ في يعني النهارده بنتكلم عنها يعني هو تقرير موديز، وكاله موديز اللي هي التصنيف الائتماني، اتكلمت بصفه عامه على حفاظ مصر على معدلات نمو عالية أو معتدلة مقارنة بباقي الدول العالم. وده الشيء الحقيقة اللي بيعتبر
نقطة إيجابية في العالم، إن كل دول العالم بتعاني من انكماشات في الوقت اللي احنا بنمر فيه جراء انتشار فيروس كورونا، بينما مصر بتحقق معدل نمو. احنا وصلنا لتوقعات النمو 2.8% للعام المالي الحالي، وده بسبب ان مصر عندها مقومات اقتصاد متنوع القطاعات، وده اللي يمكن بيميزنا في دول المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مصر اقتصاد كبير متنوع القطاعات، على عكس بعض الدول في المنطقة اللي بتعتمد على عدد محدود جدا من القطاعات الاقتصادية، سواء كان عقار أو قطاع النفط أو قطاع التجارة الريتيل. إنما الحجم كمان الاستهلاك في مصر، القوة البشرية أو قوة السوق كبير، إحنا تعدينا 102 مليون. طبعا فده الحقيقة ده بيخلق ديناميكية متواصلة في عملية الاستهلاك والطلب على السلع وعلى المنتجات. النظرة اللي أعطتها اللي ما زالت مصر بتحافظ على الجدارة الائتمانية عند مستوى B2 وفقا لتقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة للمستقبل. طب ناخد من كلامك يا دكتور هاني ونكمل ونقول، يمكن 2016 كان تحدي الحقيقي طبعا في بداية طبعا موضوع وضع مصر على خريطة الاستثمار. يمكن عايز اقول كمان ان في حته مهمه جدا، يمكن ان في بعض الاجراءات اللي تمت الحكوميه القويه جدا جدا، قد تكون هذه الاجراءات يعني تمت في وقت مثلا في صعوبه كتيره جدا على مستوى العالم كله، ولكن الحمد لله احنا قدرنا نعدي هذه المرحله. خلينا ناخد من النهارده من الكلام ده ونتكلم في حاجه اوسع من ده، ونقول للمستثمر ليه مصر؟ ليه مصر؟ اشمعنى مصر؟ تمام؟ لما يجي النهارده اتكلم مع اي حد في العالم الخارجي، دول كتيره جدا، في مصر، في الامارات، بيروح ماليزيا، يروح اي حته. النهارده في التوقيت ده لما اجي اقول له اهلا بيك في مصر، تمام، ليه انت تيجي مصر؟ ما انا شايف في الوقت مصر بتوفر لي كل اللي انا محتاجه، تمام، وفيها ايد عامله رخيصه، موقع متميز، جو مناسب، خامات وكل اللي انا محتاجه هلاقيه، سوق كبير ومفتوح. الحكومه عملت قوانين استثمار لحمايه المستثمر وحمايه امواله وتحويل امواله، فعامله له شويه قوانين. العاصمه الاداريه اللي اتعملت دلوقتي برضو دي عملت زي يعني دفعه للامام للاقتصاد كله، يعني انت بتحول مصر لدوله تكنولوجيه، وده المطلوب ان احنا نتحول للحكومه الذكيه. دي خطوات اللي بتوصلنا ان احنا ننافس العالم، لان اي مستثمر بيشوف فين هيروح في مكان يؤدي الخدمه بتاعته وهو قاعد في البيت، قاعد على اللابتوب او الكمبيوتر بتاعه بالزبط. عن طريق البرامج الذكيه بخش اعمل اللي انا عايزه من غير ما لازم اركب واروح واقف في طوابير زي زمان. صحيح. كان اي مستثمر عايز يعمل مشروع يقعد سنتين ثلاثه قبل ما ياسس مشروعه. نعم. دلوقتي ممكن ياسسه قاعد في البيت، هو قاعد كده في كافيه، يروح داخل على اللابتوب بتاعه على الموبايل ويخش على الابلكيشنات بتاعت الاستثمار وهعمل كذا، الشباك الواحد مش عارف، كله بيتم اوتوماتيك. لازم نعمل كده، ليه؟ لو ما عملتش كده في دول بتنافسني، في دول بتحاول تجيب المستثمر ده عندهم. مزبوط. فانا لو ما كنتش انا سابق بخطوه او على الاقل بماشي معاهم، انا هتراجع، لان كل العالم ماشي في الاتجاه ده. طيب. فلازم اكون ماشي في نفس الاتجاه، اتجاه التطور السريع اللي هو بقى غير عادي، بقى غير عادي. خلينا ناخد من كلام حضرتك برضو وارجع للدكتور هاني، يمكن الدوله المصريه برضو الفتره الماضيه حطت عده محاور في الخطه بتاعت 2030 اللي هي رؤيتنا 2030، واهتمت طبعا يمكن بشكل كبير جدا جدا بحوالي 9 بنود او 9 محاور، من ضمنهم دكتور هاني طبعا محور الطاقه، تمام، محور الصحه، ومحاور تانية كتيره جدا. احب اركز جدا على موضوع محور الطاقه لما يمثله من اهميه بالنسبه للمستثمر. الطاقة طبعا تشمل غاز الطبيعي سواء الكهرباء وما الى ذلك. هو محور الطاقة هو احد المحاور الهامة جدا في عملية التنمية المستدامة، لان ما كل مشاريع التنمية في جميع دول العالم بترتبط بتوفر الطاقة. مصر عندها ميزات كثيرة في الطاقة، منها الطاقة المتجددة احنا، ومنها ايضا الغاز الطبيعي، وايضا البترول، والقدرة ايضا على توفير طاقة كهربائية بتكلفة معقولة
المناطق الصناعية وإلى السكان بصفة عامة. يمكن من ناحية الكهرباء بالتحديد، يمكن أنا بس عايز ألفت الانتباه أن مصر كانت بتعاني من نقص كبير جدا، ده صحيح، في 2010 مظبوط، الانقطاعات المتكررة في الكهرباء. الموضوع ده اختفى تماما بعد ما مصر أنشأت عدة محطات توليد الطاقة الكهربائية، وأصبح كمان عندنا فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية، وده اللي خلى أن مصر بتعمل اتفاقيات ربط الطاقة مع الأردن ومع السودان ومع ليبيا، وفي اتفاقيات أخرى بها يعني في الطريق لعدة دول سواء في حوض البحر المتوسط أو في المنطقة الخليج العربي. أيضا الطاقة المتجددة، إحنا مصر برضو قطع شوط يعني كويس في موضوع الطاقة المتجددة. إحنا في مصر عندنا يمكن من أكبر محطات الطاقة الشمسية في محطة بنبان، ودي بتوفر يعني الحقيقة أو بتولد احتياجات طاقة بتغطي الاستخدامات المتنوعة سواء الاستخدامات الصناعية أو غيرها. أيضا موضوع الغاز أو ملف الغاز من أهم الملفات اللي هي بيتم طرحها في السنوات القليلة. مصر يعني عضو في منتدى غاز الشرق الأوسط، وبتعتبر يعني حلقة وصل في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط في الغاز، وفي اكتشافات غاز الحقيقة يعني هائلة، وفي إمكانيات أيضا لمزيد من الاكتشافات. احنا بنسمع يعني أخبار دايما عن اكتشافات جديدة في الغاز الطبيعي، وده بيحط مصر انها يبقى عندها إمكانية انها تعيد تصدير الغاز مرة أخرى، وبيبقى ده دخل كبير بيصب في خزانة الدولة. فأنا شايف ان الطاقة ده مهم جدا في أي دولة، وبالذات ان جميع مشاريع التنمية المستدامة بتعتمد على توفر مصادر طاقة ومتنوعة في عدة مجالات. طيب خلينا ناخد حتى مهمة جدا دكتور يوسف في الموضوع ده. يمكن قبل أزمة كورونا كانت الدنيا بشكل عام ماشية بشكل كويس جدا جدا، وكان الاستثمار في إطار متميز جدا جدا، وكانت مصر تقريبا يعني عايز أقول كمان في مرحلة متقدمة جدا. طبعا دلوقتي بعد جناحة كورونا الاقتصاد كله على مستوى العالم حصل فيه تغيير غير طبيعي. يهمين هنا نقطتين مهمين جدا، لان طبعا دول هم الاساس اللي هنشتغل عليهم الفتره اللي جايه. اولا مدى امكانيه تطبيق رؤيه 2030 في ظل ازمه كورونا، دي نقطه. وهاخد من سعادتك وارجع للدكتور هاني في محور الصحه بعد كده ان شاء الله. اتفضل. هو كورونا دي يعني سبحان الله يعني جت عشان تلفت النظر لنا لحاجات مهمه جدا. احنا عندنا امكانيات كانت غير مستغله، عندنا شباب ابدع في فتره كورونا، وفي بقى في صناعات كده ظهرت وفي حاجات اختفت. يعني دلوقتي بقى في وسائل تكنولوجيا بتعتمد على التكنولوجيا في كل حاجه، لان بقى في تباعد. تمام. التعليم واضحه فيه جدا، التعليم بانت جدا. دلوقتي انا كان في دول بعتمد عليها في معظم المواد الخام، بقيت ادور عليها في بلدي دلوقتي. فخلينا في مصانع اشتغلت في مواد خام، بتطلع مواد خام. لان طبعا احنا عارفين ان المستثمر عايز ارخص حاجه. يعني دلوقتي عشان اصنع عربيه مش لازم اعملها في الصين ولا اعملها في امريكا، مفيش الكلام ده. مفيش حد يقول لي انا دلوقتي عايز اعمل عربيه في مصر، مفيش الكلام ده. انا عشان اعمل عربيه، العربيه دي فيها 100 مكون، بشوف كل مكون اني دوله بتتميز فيه باقل سعر، اقل تكلفه واعلى جوده، وبشوف انا هجيب الجزء ده، هجيب مثلا الموتور من اليابان مثلا، وهجيب الفتيس من الصين، وهجيب من مصر الدفرت العربيه. عندنا في مصر في شركه ليوني تصنيع دفر السيارات، دي بتطلع عربيه الماني بتصنع في مصر، لان مصر متميزه فيها. صحيح. فكل دوله ليها تميز. راس المال هيديني بقرض معين عشان التجاره بتاعتي بجيبه من دوله كذا. فاحنا في ظل وباء كورونا الناس تتوجه للتكنولوجيا جامد جدا. بقى في اللي هي البرامج اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، اللي هي خلت بقى في حاجه اللي هي المشاريع اللي هي اللي مش موجوده اصلا على الارض الواقع، هي مشروع او مكان او ستور على النت، هو موقع الكتروني عن طريقه بيتاجر، بيجيب من مصر وبيجيب من كل دوله بيصدر، هو اصلا ما عندوش مكان. ولا ياخد من حضرتك برضه في حته مهمه جدا بالنسبه لهيئه العمل للاستثمار. تمام. الفتره الماضيه اظن طبعا يمكن
شهر التحول رقم كويس جدا جدا. تمام. في مساله التاسيس الشركات، في مساله الحفظ للاستثمار وما الى ذلك. تمام. يمكن ظروف الكورونا حاليا دلوقتي وصلت الناس لمرحله جديده في حياتنا كلنا، ان احنا خلاص بقى مساله بقى الوجود التجمعات وما الى ذلك اصبحت غير موجوده مره. تمام. ويمكن توجه الفتره الجايه بالنسبه للدوله كلها زي ما احنا شايفين كده، خلاص اقلال من ناحيه الموظفين دي نقطه، والنقطه الاخرى ودي الاهم، ان خلاص هيبقى كله على البعد وكله هيبقى التحول الرقمي. تمام. خلينا ناخد اهميه التحول الرقمي في موضوع الاستثمار تحديدا. تمام. انا دلوقتي مزارع مثلا او تمام. واحد صاحب مشروع بيتعمل لي مثلا برنامج، ده اللي انا شغال فيه، البرامج الذكيه في الحكومه الذكيه الدكتوره بتاعتي دي. ان انا اشوف ان انا عن طريق البرامج ديت بتابع عن طريق البرنامج، لان المعلومات كتيره والبيانات كتيره طبعًا. وانا مستثمر اجي في مصر مش شايف حاجه ومش عارف حاجه، فانا مهتم مثلا بملف الزراعه مثلا، فملف الزراعه بيوفر لي هذا الملف امتى ازرع المحصول الفلاني، ولو زرعته هيظبط المشكله زي البطاطس. لا شفنا الفتره اللي فاتت دي البطاطس ناس زرعتها ورموها، ليه؟ لان مفيش وسائل اتصال زي التكنولوجيا الحديثه دلوقتي. لا، فالحكومه ناويه تعمل الكلام ده، ان كل المزارعين هيبقوا على الجروب ده، كل واحد عارف يزرع ايه وهيزرعه امتى وهيكسب في ايه، وتوقعات الجو هيبقى عامله ازاي. الموجوده في فكره الابلكيشن ده او البرنامج ده موجود في امريكا. ان في امريكا مش اي حد بيزرع اي حاجه في اي مكان، لا. تمام. هو بيخش على البرنامج بيعرف هيزرع ايه وهيكسب كام وتوقعات الجو كام والسنه الجايه اللي بعدها كذا. دي ده برنامج، ده بالنسبه للانسان للزراعه. الصناعه نفس الكلام، انا عايز اصنع منتج فلاني، ما اخشش اصنعه ولاقي منافس ليا يعني بقى صرفت الفلوس واخسرها. وبيحصل كان في زمان مشاريع بتتعمل ما يعرفش ينافس يضيع، لا هو قبل ما يخش بيقرا السوق كله عن طريق البرنامج ده. مزبوط. كله مشترك في البرنامج ده، عارف يجيب المواد الخام منين، في مين محتاجه. في تطبيق قريب في مصر؟ اه طبعا ان شاء الله، احنا شغالين كلنا شغالين فيه تقريبا. احنا هي حاليا الدوله، حاليا بشكل عام دلوقتي الدوله تقريبا بتاخد ملف التحول الرقمي خطوه خطوه، اولويات تقريبا. كبير جدا وصعب جدا، واحنا دوله كبيره وناس كتيره جدا فعلا، فالدنيا بالنسبه لنا بتتحرك تحس انها بطيئه، لكن بس هو مشكوره الدوله. يعني انا حتى لمس الجهود دي تقريبا الدوله فعلا مشكوره في هذا الصدد تحديدا، يعني الدوله بتبذل جهد كبير جدا جدا للتحول الرقمي حتى على كافه القطاعات. اعتقد ده هيبقى يعني من ضمن الحاجات اللي في الفتره اللي جايه هتكون قاطره باذن الله للانطلاق لمستقبل افضل بالنسبه لمصر كلها. تمام. طب خلينا نرجع للدكتور هاني مره ثانيه، وبرضو ارجع لرؤيه 2030 وملف الصحه. برضو هنتكلم في مساله الصحه ومساله كورونا ما قبل وما بعد، وبرضو جهود الدوله يا دكتور هاني في مجال الصحه في هذه الفتره وخاصه متعلقه بمجال الاستثمار. الحقيقة ملف الصحة من أهم الملفات اللي الحكومة المصرية بتولي عناية ليها، وخصوصا يعني في السنوات الأخيرة، يمكن من عام 2014 و15 موضوع الصحة بدأ يأخذ منحة جديد. ملف الصحة يعني يمكن بيستند إلى أن الدستور المصري بينص على أن الصحة حق لكل مواطن، ومن هنا تقوم الحكومة بتنفيذ البرامج الصحية والإصلاحات في القطاع الصحي لتوفير الخدمة الصحية للمصريين جميعا وبدون تمييز. يمكن في السنوات الأخيرة برضو يمكن كل المصريين حسوا بال المبادرات الصحية اللي هي تم عملها، يعني زي حملة 100 مليون صحة، حملة مكافحة التقزم وسرطان الثدي وغيرها من الحملات. الحملات دي انتشرت في جميع أنحاء الجمهورية وشملت الملايين واستفاد منها الملايين من المصريين. لما جاء يعني طبعا مع انتشار وباء كورونا في العام الماضي، ده يعني سلط الانتباه اكتر وجهود الحكومة اكتر على زيادة مخصصات الصحة بحد كبير، وده المخصصات دي بس مش عشان بس مواجهة العواقب الخاصة بفيروس كورونا، ولكن ايضا امتدت لتطوير العنصر البشري وتجديد البنية الصحية، البنية التحتية للمستشفيات والتطوير في جميع النواحي. يمكن الصحة من أحد اللي هي الصحة والتعليم من الملفات اللي هي بدأ الحكومة المصرية إنها تخصص لها في الموازنة العامة جزء كبير من الأموال علشان التطوير وإحداث التنمية في هذه القطاعات.
لو هنتكلم برضو من احد الحاجات المهمه اللي في بتتم في مجال الصحه، مشروع التامين الصحي الشامل، واللي هي الحكومه بتبداه علشان ان ما فيش مواطن في مصر يحس ان هو ما عندوش المقدره الماليه ان هو يتسلم او ياخد خدمه صحيه جيده وباسعار عادله. فالحقيقه يعني هو ده من المهمات المهمه جدا. يمكن الدوله فعلا بتبذل جهود كبيره جدا جدا في هذا الصدد. وخليني انتقل لدكتور يوسف في نقطه مهمه جدا. هو بالنسبه للصحه ديت احنا برضه هننظر برضه منظور اللي هو التكنولوجيا في نفس الموضوع. لو شفنا الصين عملت ايه في وهان لما تغلبت على كورونا، ازاي متابعه الناس وازاي كله متسجل عندها برامج جامده جدا. هنبص لبريطانيا، بريطانيا في البرنامج الصحي بتاعها وبرامج الذكيه اللي احنا عايزينها، احنا بنحتاج الحكومه الذكيه عشان تطبق البرامج دي. فبناخد الدول دي اللي سابقانا قدوه دلوقتي. لو انت عندك اي مرض انت مسجل في 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 بريطانيا في السيستم ده، تاريخك المرضي معروف. انت لو عندك طوارئ عايز تروح طوارئ بيبان لك على الجهاز او الابلكيشن بتاعك فين المستشفى اللي فاضيه، بدل ما تروح على مكان زي ما نشوف الناس صحيح. بتلف على المستشفيات يدور على مكان عنايه مركزه مش لاقي، لا مفيش الكلام ده. مزبوط. هو بيبقى باين في مكان فين فاضي من غير ما يتحرك، هو بيكتب اللي عنده بالذكاء الاصطناعي او البرامج الذكيه اللي هي بتقرا. احنا بنحس كده انا وانت ان احنا بتقرا افكارنا، ممكن نتكلم في حاجه تروح جاي لك اعلان ان انت تتكلم معايا عليه. يمكن احنا دي ده ذكاء الاصطناعي والبرامج الذكيه ده بيبقى فيه داشبورد كده قدام المسؤولين او في الهيلث سنتر ان هو بيبين حاله المستشفيات وفقا ل فين المكان الفاضي السره الفاضيه والامكانيات قدامك قد ايه واللي هتتكلف قد ايه. يمكن احنا يمكن احنا بنعمل ان شاء الله يمكن في يوم من الايام وقريب نوصل للمرحله دي اكيد ان شاء الله. ماشيين في الاتجاه احنا على الطريق الصحيح. لكن خلينا ناخد حاجه مهمه جدا يا دكتور يوسف. ويعني دايما بص الناس كلها بتكلمنا فيها من بره مصر. تمام. النهارده كل الدول في العالم بيتم ليها ترويج لاستثماراتها. تمام. خلينا نتكلم النهارده بصراحه ان احنا برضو النهارده مرتبطين بالعالم الخارجي. مفيش غبار على ذلك. اكيد طبعا. انا مصر برضه يجيك عند النقطه دي هي برضه. ماشي. فطبعا النهارده مساله الترويج للاستثمار. تمام. أنا بتكلم بصراحة شديدة جدا وبوضوح تام إن فعلا في تقصير في ملف الترويج والاستثمار. يمكن الكلام قد يكون في بعض الناس ليها رؤية أخرى، ولكن أنا شايف الكلام ده إن الناس بتكلمنا كلها من بره بتقول أنتوا فين؟ النهاردة دبي بتتكلم عن شغلها، أنت النهاردة عندك مشكلة كبيرة جدا كمان، أنت عندك بنية تحتية متميزة جدا وعندك الأسس الصلبة، ولكن في الخارج ما زالت الرؤية برضه خلينا نتكلم بصراحة فيها نوع من الضعف. الناس في الخارج محتاجة تعرف أكتر. إيه اللي ممكن يتعمل في موضوع الترويج؟ خلينا نتكلم في نقطة برضو مهمة، مسألة تأسيس شركات للترويج نفسه. على فكرة حضرتك أنت بتقول وترد على نفسك، إحنا عندنا كل المميزات وكل العالم عارف إن مصر جاذبة، أقل سعر للمتر في الأرض في الإيجار أو حق الانتفاع في الاستثمار، أرخص أيدي عاملة، الفلوس البنوك في البنوك في البنوك في الفلوس يعني فلوس البنوك عايزين تقرض عشان الناس تشتغل. عندنا كل حاجه، بس هو مش مشكله مش حضرتك زي ما بتعرضها كده، لا يعني المشكله اصلا ان العالم كله دلوقتي خايف، كله متربص. احنا عندنا لا عشان الحته دي بس مهمه جدا. احنا عندنا قوائم انتظار في كهيئه الاستثمار. انت جبتني فيها برضو. عندنا قوائم انتظار. عندنا مستثمرين عايزين ارض مش لاقيين متر. الكلام ده حقيقه. حتى المناطق الصناعيه خليه يعرض دلوقتي ارض للناس تيجي تستثمر، مفيش ارض. عندنا قوائم انتظار لسه كذا واحد تكلمني في منطقه صناعيه، انا كنت حاجز من بدري ومحدش رد عليا، انا عايز اشتغل. فمش مشكله مش كده، لا احنا عندنا كل حاجه والطرق دي اللي احنا بنعملها دلوقتي شغاله، المرافق اللي بنكملها عشان نعمل مدن جديده، عشان نعمل طرق جديده، عشان نعمل منطقه صناعيه جديده. فلا الكلام ده مش مظبوط. يمكن بس عايز اضيف نقطه، يعني هل الترويج للاستثمار يعني الدولة بتهتم أكتر بالاستثمار الأجنبي الأجنبي أو الاستثمار المحلي؟ الاستثمار المحلي هو كان زمان الناس بتلاقي مشاكل. مصر ما زالت يعني في تقرير الأونتكاد في العام 2020 أن مصر تربعت على عرش المناطق الأكثر جذبا للاستثمار في أفريقيا. مزبوط. ولو أن الاستثمار المباشر عالميا نزل بأكثر من 40% على ما اتذكر، انما لا زالت يعني الجهود يجب ان اعتقد يعني انها توجه الى ان انا اروح للمستثمرين. لا انا هقول لك اماكنهم في لا هم عايزين يجوا، هم اللي بييجوا يتحايلوا عليا على فكره.
بس هو النقطه اللي هي واقعه مننا كلنا يعني او الاعلام مش موضحها قوي يعني انتوا مش موضحينها مش عندنا احنا عندكم انتوا ان احنا كان زمان الطرق كانت ضيقه ما كانش فيه لسه اراضي كتير بس انا دلوقتي بوفر له غاز بوفر له الطاقه وبوفر له الطرق وبوفر له حاجه عشان يجي انا ما ده كويس انا يهمني ان المستثمر يعرف الكلام ده في الخارج ما هو انت يعني احنا ممكن دلوقتي بس نعمل انت الحلقه دي عشان كده توريني ان احنا في دلوقتي يمكن عشان برضه ظروف كورونا هي اللي منعت اللي هي المفروض انها بتعمل انها بتوصل للمستثمرين الدوليين والصناديق الدوليه وبتعرض التجربه المصريه في تحسين بيئه الاستثمار ودي الشهادات الدوليه والشهادات الدوليه ان مصر يعني تتقدم لازم لابد الالتقاء من الجانبين الجانب مصر انها تعرض تجربه الاصلاح الاقتصادي والانجازات اللي تمت وان مصر مثلا على سبيل المثال تقدمت كتير في مراكز دوليه مثلا في مؤشر جوده الطرق تمام. احنا كنا ارتفعنا كتير في المؤشر ده لان يعني الطرق جوده الطرق ده من اهم الحاجات اللي هي المستثمر الأجنبي بينظر ليها لأن من غير ما يكون في طرق يعني هيصدر منتجاته ازاي هينتقل من مدينة إلى أخرى ازاي كل الحاجات دي لابد أنها قصص النجاح أن تعرض بصورة جيدة لمخاطبة المستثمر الأجنبي في الخارج. طب خلينا نرجع برضو من ضمن جهود الدولة في الملف ده تحديدا ملف البنية التحتية والمشروعات الكبرى. يمكن احنا بعد الفاصل عندنا هنعرض الخطه الاستثماريه بتاعه الدوله المصريه طبعا الفتره الماضيه دي لكن خليني برضو اخد من حاجه من قدامي هي موجوده حاليا يعني في مجال البنيه التحتيه مثلا مصر المرتبه 18 من ضمن اول 20 دوله في مؤشر اتصال بشبكات الشحن الدوليه ارقام كويسه جدا طبعا يعني برضو من ضمن الكلام ده مرتبه 28 في البنيه التحتيه للطرق ده هايله جدا خلينا دكتور ناخد الكلام ده ونأسس عليه ونقول ده بيهم المستثمر في ايه ماشي ما هو انا كمستثمر جاي بشوف التقارير الدوليه بشوف موقف مصر بشوف البنك الدولي اللي هيدي مصر ولا مش هيديها لما تاخد قرض ده بيخلي ان مصر عندها قدره انها تسد يبقى انا مصر امان يبقى مفيش حروب مفيش اي مشاكل في مصر فباجي مصر لو في دوله تانية افضل من مصر هتدينا عائد اعلى اروح للاعلى فانا شايف ان مصر ده مش شهادتي انا شهادتي كل التقارير الدوليه ان مصر ماشيه على طريق صحيح انها اتقدمت خطوات واسعه جدا في الاصلاحات كبيره جدا سواء تشكيليه وهيكليه وطرق وكل حاجه فده بيخلي مصر في المقدمه بالنسبه لي بس هي الظروف العالميه والكورونا هي اللي مخلت ناس كتير كله مرجئ محدش عايز يعدي خطوه الا لما نشوف الدنيا رايحه فين مظبوط مظبوط دكتور هاني خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا التقارير المتميزه اللي الفتره الماضيه دي اللي هي يعني مصر يقدر يقول خدتها على مستوى العالم كله بتساهم بقدر ايه بالنسبه للمستثمر في مساله الاقبال على الاستثمار داخل مصر تقارير البنك الدولي تقارير الجهات اللي هي الدوليه انت بحضرتك المستثمر الأجنبي دايما بينظر لعدة أشياء ومنها تقارير وكالات التصنيف الائتماني عن الجدارة الائتمانية للدولة تقارير المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي البنك الدولي كل هذه التقارير بتعطي المستثمر بحيادية وبشفافية ايه هو الوضع في البلد المستثمر بيبص على مؤشرات الاقتصاد الكلي بيبص على سوق الصرف هل بيبص على النظام المصرفي ومدى كفاءة النظام المصرفي مدى كفاءة سوق الصرف كل الحاجات دي مصر قطعت يعني من وقت ما بدأ تنفيذ الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 مصر حققت إنجازات كبيرة جدا فاقت حتى توقعات المؤسسات الدولية وده بشهادة على سبيل المثال يعني يمكن في بيان صحفي لصندوق النقد الدولي في 18 ديسمبر بمناسبة صرف الشريحة الثانية من اتفاق الاستعداد الائتماني تم ذكر يعني شيء مهم جدا وده في حد ذاته أهم من خبر صرف الشريحة وهو أن مصر حققت إنجازات كبيرة جدا وإصلاحات هيكلية في مسار الإصلاح الاقتصادي فاقت التوقعات أنا كمستثمر أجنبي
لما اقرا هذه التقارير الحياديه ده بلا شك عامل كبير جدا ان هو هيدفعني ان انا احط مصر في اولويات القرارات الاستثماريه ليا. يمكن برضه دكتور يعني عند النقطه دي نقف، لان دي نقطه مهمه جدا برضه. جرت الدوله في 2016 في هذه المساله، في مساله اجراء الاصلاحات الاقتصاديه، وكون الدولة تاخد قرار بحجم تعويم سعر دولار، ويمكن إجراءات برضو الناحية التانية في مسألة الضرائب، في مسألة السياسة النقدية وما إلى ذلك. خلينا نقول حاجة مهمة جدا، هل احنا تأخرنا في اتخاذ هذه الخطوة؟ تحسب الحكومة المصرية وفي الفترة دي، ويمكن توجهات السيد الرئيس في هذا الأمر يا دكتور هاني؟ هو بعض الإجراءات اللي أخذتها مصر في الإصلاح الاقتصادي اتأخرت كتير جدا، زي قرار تحرير سعر الصرف، لأن ده تم إهدار مليارات من الدولارات في دعم الجنيه المصري وبدون داعي. يعني أنا كنت بدعم الغني قبل الفقير، يعني على سبيل المثال أنا كنت بدي الدولار بسعر مدعوم لاستيراد سرع ترفيهية وكمالية. كم من الدولارات طلعت من استهلكت في واستنفذت في مناحي الحقيقة كان ممكن انها تحط مصر في مجال تاني. فقرار تحرير سعر الصرف يعني وبشهادة المصنعين نفسهم والمستوردين ورجال الأعمال كان من أعظم القرارات، لأن كان قبل كده وكما ذكر محافظ البنك المركزي في أحد اللقاءات الإعلامية كانت الدولة بتدور على 25-30 مليون دولار عشان تستورد أدوية الأنسولين، فقطع الغيار الرئيسية للمصانع ما كانتش متوفرة بسبب عدم وجود عملة. إنها دلوقتي خليت سوق صرف واحد بس هو اللي موجود، بيتم التعامل على سعر الصرف بموجب قوة العرض والطلب، فده وفر العملة. وده زي ما شفنا تحويلات المصريين في الخارج، تحويلات المصريين في الخارج ما كانت الأول بتروح من خلال أو بتصب في السوق السوداء، دلوقتي شهدت قفزات كبيرة جدا ووصلت يمكن في العام الماضي أعتقد يمكن 8 مش خيني الرقم مش قدامي أو يمكن 28 مليار دولار. فده بسبب ايه؟ بسبب ان انا نهيت على السوق السوداء العملة، اصبح سوق واحد للصرف. وده المهم للمستثمر الاجنبي، ليه؟ لان المستثمر بيدخل بناء على تقديرات معينة وحسابات معينة لتكلفة الأموال اللي هيضخها في الاستثمار، فمش معقول هيدخل النهاردة بسعر صرف وما يعرفش لما يجي يحول أرباحه أو يتخرج من المشروع هيبقى تكلفة إيه، ده إن قدر إن هو يخرجه. لأن في دول تانية وحتى دول جوار المستثمر ما بيقدرش يخرج فلوسه ولا يحول أرباحه. فعلا ده صحيح، ده أنا ساعدت كده الاستثمار. بالظبط. خلينا ناخد دكتور يوسف طيب في حته مهمه جدا، في مساله تاسيس الشركات حاليا دلوقتي بتتم داخل هيئه العمل للاستثمار بشكل عام. الحقيقه احنا برضو ملاحظين ان في نوع فعلا جديد من التعامل ده موجود، في مساله برضو عامل الزمن عامل الوقت، تمام. في اعتقد برضو في مساله يعني بقدر المستطاع بتحاول للهيئه انها توفر كل الخدمات للمستثمر. خليني الشباك الواحد. خلينا نتكلم عن الشباك الواحد بصوره اوسع يا دكتور يوسف. الدنيا اتطورت، بقى كل محافظه دلوقتي فيها مركز خدمات مستثمرين بيروح ياسس شركته وهو واقف، ممكن ياخده في اليوم ده او ثاني يوم بكثير. كل الجهات بقت مشتركه في المكان دوت، مكان مجهز على ارقى مستوى، راحه جدا، بيروح مبقاش زي زمان يتعب في اي حاجه، لا هو بيروح بيقدم طلباته، لو في حاجه ناقصه حتى قبل ما يروح بيستوفيها بالانترنت، قبل ما يروح بيعرفوا ان هو جاي وفي كذا كذا، بيقولوا له لو هات حاجه ناقصه جيبها، ولو راح على طول بيتعرف برده هو ناقص ايه. ده بالاضافه برده للتقديم الالكتروني شغال برده متاح حاليا، متاح. الدنيا تطورت جامد جدا. صحتك كنت عايز بس اعلق عليها في بالنسبه لتعويم سعر الصرف ده، كان بالنسبه لي الموضوع ده كان هممني جدا، لان ده العلاج المر، ده الدواء المر. يعني تحرير الصرف ده كان العلاج المر. ليه بقى؟ احنا كمصر او دول العالم كلها بتعتمد على ايه؟ على انتاج وطاقه الشباب والعمل. مزبوط. هو ده اللي بيخلي الدوله تتطور. احنا كنا في مصر يعني قعدنا فتره طويله معتمدين على الدعم ودعم الدولار، فالشباب كان تلاقي قاعد على القهاوي
ما فيش شغل ولا مشغله، هو والاكل في البيت، مفيش حد في البيت من غير عشاء. كل ده انتهى، لازم كل الناس تشتغل، مفيش حاجه اسمها. فده دواء مر، ان يخلي الناس كلها تتحرك، الناس كلها تشتغل، مفيش حد يعتمد بقى على الدوله زي زمان وكل حاجه. مظبوط. يمكن مهمه جدا بسيطه لحضرتك. يعني ان في ناس كانت كل مهنتها انها يبقى راس ماله بيشتغل في ان هو بيغير 4000 5000 دولار يوميا يكسب ارباح. هو قاعد على القهوه وهو قاعد على البيت، هو ده مهنته. انا عاصرت الكلام ده باعتبار ان انا مصرفي سابق. شفت الكلام ده لسنوات كتيره، اكتر من السلاح والمخدرات ارباحه. صحيح. حتى لو بيعمل هوامش بسيطه جدا، انما التيرن اوفر او الدوره بتاعت اللي معاه 10000 جنيه يشتري دولار ويبيع دولار ويشتري السرليني ويبيع السرليني، كان بيعيش على كده. نستأذنكم طيب ونطلع فاصل كده دقيقتين ونرجع إن شاء الله نكمل لقاءنا المثمر مع خبرائنا الاقتصاديين. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وهنبدأ دلوقتي إن شاء الله الجزء الثاني من الحلقة اليوم، وهناخد فيه الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية. يعني يمكن هنا تحديدا هناخد بعض الحاجات المتعلقة بالمشروعات الكبرى اللي بتتمها الدولة حاليا دلوقتي. هناخد تقرير ونرجع ناخد السادة الخبراء في شرح بسيط وموجز لهذه المرحلة. ومرة تانية بعد هذا التقرير الرائع، طبعا حاجة مذهلة بتتم في مصر، كمية المدن الجديدة وكمية المشروعات حاجة غير طبيعية. دكتور يوسف، في دقيقتين كده ناخد العاصمة الإدارية. احنا طبعا لسه الحلقات الجاية بقى كتير في مجال الاستثمار النهاردة، يعني معانا 4 حلقات تانية ولا حاجة. خلينا في العاصمة الإدارية دلوقتي عشان دي بتهمني بشكل عام. يعني العاصمة الإدارية دي يعني نقدر نقول مصر بتتبني من جديد. اللي بيحصل في 4 5 سنين دول طبعا يوازي اللي اتعمل طول تاريخ مصر. صحيح فعلا، يعني حاجة رائعة وحاجة جبارة. الدولة تؤخذ من أطراف الأربعة فعلا. حلم. حلم والله. فعلا حلم. العاصمة الإدارية بحد ذاتها دي هي دي اسمها أو المدينة الذكية. إزاي تبني مدينة ذكية؟ بتعتمد على الذكاء. إن البنية التحتية بتاعتها تعتمد على الذكاء والتكنولوجيا، الكاميرات المراقبة والأجهزة الحساسة والاستشعارات. إزاي تعمل مدينة نظيفة، طاقة نظيفة، كل شيء فيها سهل وميسر، كل الخدمات تيجي لك لحد البيت، انت مش محتاج تتحرك هناك ولا تمشي في طريق مش طريقك، لا دي هي الدنيا هناك مظبوطه بالتكنولوجيا. نظام رائع، نظام محتاجين مدن جديده بنفس الكيفيه. واحده واحده طبعا. ما طبعًا. احنا طبعًا. على فكره في تطوير على مستوى في عده مدن ذكيه بتتم، مش بس العاصمه الاداريه. دي النموذج اللي هي الايديال زي ما بيقول. العاصمه الاداريه مبنيه صح من اساسها. في تطوير للمدن القديمه على فكره، يعني في برضه تطوير البنيه التحتيه، وفي يعني المدن الفايبر دلوقتي في كل مكان. يعني بيحاولوا يخلوا الناس تبقى خلاص. احنا لو ما كناش هنتقدم احنا هنرجع كتير، لان العالم كله بيتقدم بصوره مذهله. يمكن زمايلي في الكنترول دلوقتي بلغوني، طبعا احنا بنهني السيد المستشار حنف الجبالي رئيس لمجلس النواب. تمام. اسحاق القادم ان شاء الله للفتره الحاليه. وطبعا بنشكر الدكتور علي عبد العال طبعا على رسالته اللي اداها طوال 4 سنوات الماضيه. وطبعا يعني ربنا يوفق الساده النواب في القادم لصالح مصر. طب دكتور هاني، نختم بقى في دقيقه واحده عن الفترة القادمة، طبعا ما ترجوه بالنسبة لمصر من ناحية الاستثمار؟ أنا أرجو في الفترة القادمة إن احنا نستمر ونحافظ على الإنجازات اللي حققتها مصر في السنوات السابقة، وإنجازات ومكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي. لازال هناك بعض الأمور اللي هي أمامنا، إن احنا مجال إن احنا نحسن فيها، وهي القضاء على البيروقراطية اللي هي منتشرة في أماكن ودواوين حكومية للأسف. لا زال هناك بعض البيروقراطية، وده بيعوق الاستثمار. مزيدا من الشفافية المالية لأداء الوحدات الحكومية، وده شيء مهم جدا برضو. تمام. بيهم سواء المستثمر الداخلي أو المستثمر الأجنبي. وأيضا الاهتمام يعني تكملة مسيرة الإصلاحات في البنية التحتية، ومنها الطرق وشبكات المواصلات والمطارات. كل ده الحقيقة يعني هو ده اللي هيحط مصر مرة تانية على مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي. يمكن احنا عندنا إن شاء الله الحلقة الجاية تقريبا هيكون فيها برضو نقاط الضعف ونقاط القوة إن شاء الله. بشكركم، شرفتونا ونورتونا دكتور هاني دكتور يوسف. حلقة جميلة جدا جدا، وبشكركم وبشكر السادة المشاهدين على سعة صدرهم، وتصبحوا على كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.